السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح موضوع مهم جدا اتسألنا عليه كتير واتبعت لنا في التعليقات عنه كتير، وهو الفرق بين made of و made from. والدرس ده درس بسيط وصغير خالص، انا محتاجك بس تركز معايا علشان تعرف الفرق بينهم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا قلم وكشكول صغير نكتب الملاحظات بتاعتنا ونتابع فيه مع بعض. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. made of و made from الاتنين معناهم صنع من او مصنوع من، made of و made from. وطبعا كلمة made لوحدها هي الماضي بتاع make يعني يصنع، make يعني يصنع، و made يعني خلاص تم صنعه، made تم صنعه خلاص يصنع في الماضي فهو اتصنع. made of و made from الاتنين معناهم صنع من، خلاص تم صنعه من، بس في فرق بسيط بينهم. made from من كلمة طويلة شوية، و from هنا بتدل على ان الحاجة دي اتصنعت وتم عليها عمليات كتيرة قوي، علشان خاطر حصل عليها عمليات كتيرة قوي مش هينفع ترجع تاني لصورتها الاولانية، يعني مش هينفع ترجع تاني لشكلها الاولاني. مثلا عندنا الجبنة واللبن، اللبن لو بقى جبنة مش هينفع يرجع تاني لبن، مفيش حاجة اسمها اسيح الجبنة تاني وافككها ترجع لبن، يبقى دي اسمها made from. made from يعني تم عليه عمليات تصنيع كتيرة، وبالتالي لو حاولت ارجعه لشكله الاولاني او الحاجة اللي هو اتصنع منها مش هينفع يرجع تاني. فنقول مثلا cheese الجبن is made from milk، الجبن صنع من اللبن او من الحليب. ممكن اقول كمان the cake الكيك اللي احنا عارفين الكيك او الكحك is made from صنع من milk flour and eggs، صنع من اللبن او الحليب والدقيق flour and eggs والبيض. فهنا لو حاولت ارجع الكيك تاني للمكونات الاولانية اللي هو اتصنع منها مش هقدر اعمل كده، فبالتالي بنقول عليها made from صنع من. ولكن في الحالة بتاعت made from الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها مش هينفع ابدا ترجع لشكلها او للمكونات الاساسية بتاعتها. طب ايه هي made of؟ كلمة of صغيرة وبسيطة زي ما احنا شايفين، وهي بتعبر على ان الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها لو حبينا نرجعها للمكونات الأساسية بتاعتها أو المكون الأساسي بتاعها هنقدر. يعني مثلا لو قطعنا المنتج أو كسرناه هنلاقيه رجع تاني للمادة الخام اللي اتعمل منها، زي التلج لو التلج سبناه هيسيح لوحده ويبقى مية، زي الكرسي الخشب لو كسرناه حتت هيرجع خشب زي ما كان، زي التيشيرت اللي انت لابسه لو قصناه وقطعناه هيبقى قماش تاني وهيرجع للصورة الأولانية اللي هو كان فيها. فعلشان كده بنقول عليها made of. made of بتعبر عن الحاجة اللي اتصنعت فعلا، ولكن لو احنا حبينا نرجعها للمكونات الأساسية بتاعتها هنقدر نرجعها زي ما كانت، زي الشير. a chair is made of wood. made of wood يبقى الكرسي مصنوع من الخشب. وزي ما قلنا لو حبينا نرجع الكرسي للشكل الاولاني بتاعه لو كسرناه هيرجع خشب تاني ملوش اي معنى زي ما كان. A dress الفستان is made of clothes، الفستان مصنوع من القماش. A t-shirt is made of fabric، التيشيرت مصنوع من القماش. The ice الثلج is made of water،
التلج مصنوع من المية، وده الفرق بين made of و made from. وفي الختام لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة مع أصحابك، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.